السلام عليكم، مساء الخير الجميع، مرحبا بالجميع. اليوم غادي نهضروا على حزب التجمع الوطني الأحرار. احنا كنعرفوا بأن حزب التجمع الوطني الأحرار منذ سنين متعددة هو كان في الحكومة، هو حزب وسطي والدور ديالو كان معروف بأنه حزب دائما كيكون مع الأغلبية، وكما كنقول دائما هو كان حزب كيدير ريغولاتور في الحكومة، سيت ريغولاتور ديال الحكومة. وكان تيترأسو المرحوم أحمد عثمان، ومن مورا سي منصوري وسي مزوار وجا سي خنوش. لكن تغير حزب أحرار بعد سي خنوش، تغير تقريبا 360 درجة. هاد التغير شكون اللي جابو؟ وكان الهدف وكان الالهام ديالو شكون هو؟ هما حزب العداله والتنميه، هو اللي كان السبب ديال الالهام ديال حزب الاحرار باش يتغير. علاش؟ لان حزب العداله والتنميه حزب منظم واكتسح الساحه السياسيه 2011 و2016، وهذا الشيء اللي دفع السي خنوش فاش شد زمام الامر ديال حزب الاحرار، مصيفته رجل اعمال وانسان ديناميك ويبتكر بعض طرق النجاح. انا يخش هذا المشروع هذا السياسي والحزبي ما يطوره. حزب احرار عنده ديجا ارضيه ديالو وعنده محبين ديالو، شنو خاص؟ خاص هذا الشيء يتغير شويه ويتطور ويدالي شويه د ماركتين وبيبليسي. سي خنوش بصيفته رئيس الحزب خدم بالماركتين بيبليسيتي وبلا جيستيون، شد الحزب ردو بصفة شركة. أول حاجة دار لا ستركتوراسيون ديال الفروع ديالو في المغرب، ثاني حاجة دار سيستيم أمريكان، عطى لي زابيل دوفر لبعض الشركات لأن كيخولها ليه القانون الأحزاب باش يمشي يجيريو يمشيو يديروا لي ريكروتمون والترقيم على مناضلين اللي يصلحوا للحزب. وكذلك دار الهيكله الماليه والهيكله السياسيه للحزب، ودار واحد القضيه مهمه هو خلق جمعيات، وهذا الشيء كامل هو اللي وصلوا لهاد الانتخابات اكسح هاد الاستحقاقات ديال 8 سبتمبر. وهنايا كنشوفوا بان هاد الشيء اللي دار حزب الاحرار ما دارش شي حاجه غريبه، اللي كيشوفها كيقول بانه راه داروا فعلوا، لا راه ما داروا والو، هزوا القانون البنود اللي فيه وطبقوها. هنا في كنقولوا بان القانون مزيان يطبق، قانون الاحزاب كيعطي الحق الاحزاب يديروا دي ريكروتمون ديال بعض سميتو الكفاءات. كاين الكفاءات المناضله وكاين الكفاءات اللي كتولي عندهم لا غونت ديالهم كيتخلصوا عليها. سي خنوش خدم بهذا الشيء
غوت على شركات تعامل معاهم كفاءات على واحد ان سيرفيس اللي قداو عليه وتخلصوا عليه ونجحوا به. وكذلك احزاب عندها الحق باش دير جمعيات، والحمد لله دار في المغرب كاملين جمعيات اللي كيدافعوا على مصالح الحزبية باش ينزلوا الأرضية ديال 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 الفكر الحزبي على أرض الواقع عن طريق الجمعيات والمصالح الجمعوية والعمل أبيت نون لوكراتيف للساكنة وتيقضيو لهم المصالح ديالهم، وهذاك الشيء كيديروا لي ريكروتمون ديال ديال لا بوبولاسيون. وهذا عمل نبيل اللي كنشكروا عليها وكنشكر حزب الأحرار عليها وعلى رأسهم سي عزيز أخنوش. وهذا الشيء كنبغيو نعطيو فكره لأحزاب أخرى باش تنوض حتى هي تناضل وتصوب بحال هذا الشيء. راه كل شيء كاين في الأحزاب، لكن بعض السياسيين بعض الأمناء العامين كياخذوا ذاك الأحزاب بحال دكاكين دكاكين ديال السياسية اللي كياخذوا بها الدعم اللي كتعطيهم الدولة ديال 200 مليون في العام وكيعيشوا بها وما كيتحركوش وتيديروا عائلتهم وولادهم والخدامة ديالهم هم اللي في المراكز ديال سميتو ديال مراكز ديال المكتب السياسي، والمجلس الوطني ما عنده فيه حتى حد لان حتى واحد ما كينجح عندهم لا في البرلمان لا حتى شي حاجه، وتيحلوا الاحزاب ديالهم بعام قبل من الانتخابات وكيسدوها من مورا الانتخابات غير كدوز سيمانه كيسدوها، واخا يكونوا عندهم خروقات ولا شي حاجه ما كيديوهاش فيهم ماشي شغلهم. هما اللي عندهم بغرض هو الدعم اللي كيشدوا والمسائل اللي كيستافدوا منها والبقية اللي بغا وداك المناضلين والمترشحين اللي عندهم يضربوا راسهم مع الحيط. المهم قدابك الغراض دازوا لو سوي ديالهم ما عندهم به غرض. هنايا كنشوف بان الاحزاب الا بغات تخدم راه الطريق سهله وستركتوراسيون سهله. عندنا 32 ولا 34 حزب وكنشوفوا بان يلا 10 احزاب لي منظمه وهذا الشيء ضعيف بزاف والبقيه غير دكاكين. كنشكر بعض الاحزاب الصغيره خاصه ديال اليسار لانها حتى هي منظمه تنظيم واخا ما عندهمش فلوس ولكن منظمين كيطبقوا القانون. شنو هما الاحزاب اللي عندنا منظمه في المغرب؟ عندك الاحرار، عندك الاستقلال، عندك البي جي دي، عندك الحركه الشعبيه. عندنا البام، عندنا الاتحاد الاشتراكي، عندنا بعض الاحزاب ديال اليسار. هنايا كنشوفوا بعض الاحزاب اللي تبارك الله تهيكلات ومشات للقدام، وكاين بعض الاحزاب اللي باقا ناعسه عندها ارضيه ديالها ولكن خاصها تهيكل، خاصة الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية. هادو احزاب عندهم شعبية كبيرة ولكن ناعسين. حزب الاستقلال راه ديما هو ستوند باي، ديما طريقو خدمتو هي خدمتو، ولكن إلا زاد تهيكل مازال وزاد هذا غادي تكون عنده كلمة ديال المستقبلية. أما بالنسبة للبام، هذا حزب مازال ما معروفاش الرؤية ديالو، مازال ما معروفش الاتجاه ديالو. تبارك الله تا هو راه عنده أرضية ديالو، عنده كابيتال، كاين كل شيء، ولكن مازال ما عندوش اتجاه. نتمناو في هذا
برئاسة أمين العام ديال السي وهبي يعطينا واحد لي غروند لين اللي كنت نشوفو واش غادي في اتجاه يميني ولا يساري ولا وسطي ولا شوفوا الاتجاهات ديالو، مازال ما معروفينش الاتجاهات ديالو. نتمنى من عند الله هذا الفيديو هذا يكون عطاكم واحد الرؤيه ديال الامور، وشكرا لكم جميعا.